أهلا بكم من جديد مشاهدينا، متواصلين معكم من خلال فقراتنا، وواحدة من الفقرات بالتأكيد الموجودة معنا فقرة خدمية، الهدف منها الأول والأخير خدمة ورعاية الطلاب بالنسبة للسكن من خلال الداخليات والمسؤولية الاجتماعية للطلاب من خلال السكن والاهتمام. سعيدة جدا أنه يكون معي في هذه المساحة الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب البروف عصام عباس بابكر كرار للحديث عن هذا يعني المجال المختلف، والمهرجان القومي السابع للطلاب تحديدا ذوي الإعاقة، ونحن بنقول عليهم دائما أصحاب المهارات الخاصة. تحية لك، مساء الخير. طيب، بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بادئ ذي بدء كل الترحيب بمشاهدينا الأعزاء في كل السودان والعالم، وتحيات خاصة لقناة الشروق التلفزيونية. هذا الصندوق المختص بسكن الطلاب يمكن ابتدر نشاطه في مطلع التسعينات، وده كان اهتمام كبير جدا بالنسبة للطلاب لتهيئة المكان السكني بالنسبة لهم عشان يجدوا الحظ الأوفر في التعليم. خلينا نتكلم عن أضواء سريعة لإنجازات هذا الصندوق. حقيقة الصندوق القومي لرعاية الطلاب عملاق في مهامه وفي وظيفته وفي أدواره وفي رؤيته ورسالته وأهدافه. الصندوق القومي لرعاية الطلاب أولى هذه الأدوار هو السكن أو توفير المساكن الآمنة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا الطالبات في كل ربوع السودان. كذلك هنالك العديد من الأدوار الأخرى مثل الرعاية الاجتماعية، الطب الوقائي والعلاجي. هنالك إدارة التسليف، تقوم بتسليف الطلاب الذين يعني هجروا أو يريدون أن يهجروا التعليم، توفر لهم التسليف. كذلك الكفالة الشهرية بالنسبة لأبنائنا وبناتنا الطالبات لتعينهم على الدراسة والاستقرار الأكاديمي. أيضا هنالك الرعاية الاجتماعية، العلاج باهظ التكاليف حتى خارج السودان والحمد لله تعالى نهتم به. أيضا عندنا اهتمامات كبيرة بالجانب البيئي والصحي، هنالك مشاريع وحملات ومشروعات في إصحاح البيئة وحملات توعوية. كذلك عندنا اللجان المختصة بالإرشاد النفسي، وكذلك عندنا إدارة للإرشاد النفسي، وعندنا يعني إدارات كثيرة جدا، إدارة السلامة والأمن والسلامة الطلابية، عندنا إدارة حرس المنشآت، عندنا العديد من الإدارات. دي كلها بتصف في خدمة الطلاب. خدمة الطلاب. طيب، أينما ارتباط هذا الاسم بمهرجان السابع للطلاب ذوي الإعاقة؟ طيب، حقيقة الصندوق القومي لرعاية الطلاب درج ومنذ 7 سنوات الآن لو لاحظتي هو المهرجان السابع أو المهرجان القومي السابع لذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم. حقيقة هذه الشريحة نحن نوليها اهتمام كبير. صحيح. لأهميتها. صحيح. نوليها اهتمام كبير لخصوصيتها، نوليها اهتمام كبير لأنهم يحتاجون لهذه الرعاية. يا سلام. نحن الصندوق القومي لرعاية الطلاب، سيما ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجوننا بالفعل، يعني صحيح. هم أكثر شريحة أكثر حوجة للخدمة يعني للرعاية. أكيد. صحيح. طبعاً حقيقة الصندوق القومي لرعاية الطلاب درج ومنذ 7 سنوات كما أدلفت بأن يقوم بالاحتفائية والاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة اللي هو يصادف 3 ديسمبر من كل عام، لكن لأسباب كثيرة عانينا أن يكون يوم 12 ديسمبر اللي هو يوم غد بمشيئة الله تعالى. هذا البرنامج نحن في الأمانة العامة يعني اهتمينا به كثير لأهميته، وهو تحت رعاية كريمة من سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، إشراف مباشر ورعاية كاملة لما يقوم به من تبني لهذه الشريعة الشريحة الحساسة. طيب، خلينا نجيب برضو. نعم. يعني طالما إحنا قلنا الشريحة دي من أصحاب الهمم، ما هي مثلا الخدمة اللي ممكن يقدمها الصندوق أو المعينات يقدمها اليوم الصندوق من خلال لأنه أنا عرفت أنه هو الصندوق. نعم. ده خاص بالسكن، يعني سكن الداخليات والطلاب. نعم. وهم محتاجين لخدمة أكبر من كده. نعم، بالتأكيد
حقيقة هنالك إعاقة سمعية وبصرية وحركية، نحن ندعم ونعين كل هذه الأجسام من أنواع الإعاقة اللي هي من خلال المواتر، وقمنا بتدشين وتوزيع العديد من المواتر النارية في كل الولايات بوقوفنا الميداني على هذه الولايات وأبنائنا وبناتنا. والآن يعني نحن نعلن يوم غد هو احتفائية الصندوق القومي لرعاية الطلاب بهذا اليوم يعني المهم جدا جدا، وكذلك الولايات تحتفي في ذات اليوم بهذا الاحتفال أو الأول مهرجان، وإن شاء الله سوف يكون تظاهرة سيتم فيه توزيع اللي هي الدراجات البخارية كما أسلفت، كذلك العصي اللي هي العصي البيضاء دي يعني لأصحاب اللي هو المكفوفين، كذلك عندنا مثلا الكراسي المتحركة برضو الآن إحنا جبناها، أيضا عندنا اللي هي مثلا السماعات، سماعات للبكم أو للصم سوري للصم، كذلك عندنا الساعات، ساعات الأيدي، وكذلك عندنا العديد من عندنا العصي برضو الحركية، كل هذه سوف يتم توزيعها قدم بمشيئة الله في احتفائية وفي تكريم اليوم. وحقيقة الآن الشعب السوداني يعني أكثر اهتمامنا، والدليل عليه يعني أهمية اهتمامنا بهم إنه هنالك شخصيات مرموقة الآن في المجتمع هم من أصحاب الهمم، يعني بيقوموا بأدوار بالتأكيد عظيمة بالتأكيد ده يعني نتج عن الاهتمام بهذه الشريحة، الوقوف مع هذه الشريحة، وده مجهود له سنين، يعني ما بدأ أمس أول أمس أو السنة الفاتت أو اللي قبلها، ده مشروع كبير مشروع ضخم يعني ابتدى من سنين طوال. هنمشي مباشرة ونتكلم عن، طالما إنه هو مشروع ده كبير جدا ومقدم خدمات ومعينات لهذه الشريحة، نتكلم على إنسان الولاية برضه هو اللي محتاج لدعم، كيف يتم التعامل؟ إنسان الولاية في الولايات، أيوة. ولاية السودان. طيب نحن في الولايات نوليها، أنا بالأمس كنت في فاشر سلطان، يعني نركز على العمل الميداني. نحن زرنا يمكن تكون 13 ولاية في الميدان، نزور القرف، وحتى يعني فيما يختص بالمعاقين في الولايات، نحن يعني بالأمس أو أول أمس قمنا بتوتشين عدد مواتر، 2 موتر وبعض المعينات لذوي الإعاقة، وكانت مشاهد مبكية ويعني ومفرحة في ذات الوقت، يعني كانت حاجة تهز الوجدان، يعني لأول حاجة لاحتياجهم لها، وفي نفس الوقت لفرحتهم ودموعهم، يعني حتى كل الحضور هم بكوا، يعني أو يعني انهمرت الدموع والله، يعني صحيح. فرحة وعطف وموشن يعني. فحقيقة نحن في الصندوق القومي لرعاية الطلاب نولي ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام حتى في التصميم للمباني، يعني نحن دائما بنركز انه يسكنوا في الطابق الاول، وده حق في القانون، يعني صحيح. حتى حق صحيح. في القانون، حتى في المدارس، يعني أيوة في المدارس مفترض في المدارس وفي صحيح. ايوه، وحتى نحن يعني بنقوم نوفر له كافة المعينات، وتوجيهاتنا بالقانون هي انه نوفر كافة المساعدات بالنسبة لأبنائنا وبناتنا الطالبات اللي هم بيعانوا من يعني إعاقة. هم انا حق ما يسموهم الإعاقة، يعني ما يسموه إعاقة، لانه لو كانت إعاقة كانت تعوقهم صحيح. عن الإنجاز، بالعكس احنا دائما بنرى فيهم جانب منير، جانب افضل، وجانب فيه نجاح اكبر. الان في فطاحلة صحيح، قناة الشروق الآن فيها واحد منهم يعني مبدع جدا، قالوا يجيد كافة البرامج، عازف أيوة نعم. هو زول صحيح. متمكن يعني. فالحمد لله تعالى، يعني نحن تعبنا ما راح ساي. طيب أنا عايز أجيب في الحتة بتاعت أنت تحدثت عن إنه في حاجات حتتوزع، نعم، هل الفرص دي يعني أنتوا عملتوا لها حصر يعني عشان يكون التوزيع بالتساوي بالنسبة لأصحاب الهمم؟ أكيد طبعا، نحن عندنا إدارة متخصصة في الرعاية الاجتماعية، عندنا إدارة متخصصة في الإرشاد النفسي، عندنا إدارة متخصصة في الخدمات الطلابية، هم بيقوموا بدراسات علمية وإحصاءات، وكل الأشياء دي مرصودة. تعوق مرات الإمكانات، يعني ممكن أكون لإيفاد بعض المعينات، وهنا أنا بناشد أهل الخير، وحقيقة سيد النائب ما قاعد يقصر، والآن الطلبات أمامه، وأنا متأكد أنه سوف يدعم المعاقين، وهو تبنى بالفعل قبل أيام كل المعاقين في السودان بالرعاية والعناية. حقيقة أنا أناشد كل أهل الخير وكل يعني
أصحاب الهمم، أنا ذاتي أقول أصحاب الهمم، هم ذاتهم يعني يقدموا لنا يعني العديد من المشروعات الآن. صحيح. الطلاب نحن بننتظر منهم بالتأكيد. نعم. الكثير. نعم. والسودان محتاج، يعني محتاج لكل الناس اللي ممكن يقدموا جهد الرسم الشعبي معنا. صحيح. نعم. إحنا في الآخر كده نديك رسالة ممكن تقدمها لكل الناس القادرة على دعم هذه الشرائح في السودان، قادرة على دعم الصندوق القومي للطلاب ذوي الإعاقة تحديدا. أولا أنا رسالتي لأبنائي وبناتي الطالبات، وما بقول لك هم أصحاب يعني أصحاب الإعاقة، لا لا، لأنهم تجاوزوا الإعاقة. صحيح. يعني البرنامج ده بعنوان إننا نهضنا وحادينا عزائمنا نحو العلا لنحيل العجز إعجازا. فده الكلام ده الشعار ده ينطبق على أبنائنا وبناتنا الطالبات في كل السودان. هم تجاوزوا بالإبداع، ناس كرياتيف، ناس مبدعين، الآن هم في أرقى الجامعات، جامعات الخرطوم وجامعة الجزيرة من درمان الإسلامية وكل الجامعات الكبيرة حتى بر السودان هم بيشرفونا يعني. فرسالتي لهم بأن يواصلوا ولا يستسلموا لشيء، فهم أكبر من الاستسلام. الرسالة الثانية هي للمسؤولين، كل المسؤولين في السودان، إنه يولوا أصحاب الهمم الرعاية التامة والدعم اللازم لي يعني يستطيعوا أن يواصلوا المسيرة التعليمية والمسيرة العملية، وتكون نحن في برامجنا وحتى مناهجنا في كلية في وزارة التربية وفي التعليم العالي تتناسب، تكون أوبتيمم أو ستبل مع يعني احتياجات الـ 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 أصحاب الهمم. نحن في المساحة الأخيرة بنذكر بزمن الاحتفال إنه الافتتاح بكرة الساعة 6 مساء، سيكون هنالك برنامج رياضي في عصرا وبرنامج ثقافي ليلا، يشتمل فيها العديد من البرامج والفقرات الممتعة والشيقة. أنا بتمنى لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات قضاء وقت ممتع. شكرا جميلا الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب البروف عصام عباس بابكر.